حرف سفيان في عمران ومن ثم محافظة صعدة، هكذا يحدد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وجهتهما القادمة من على سطح المجمع الحكومي في مديرية المتون بالجوف. واستطاعوا أن يحرروا 100 كيلوات في يوم واحد، وإن شاء الله يستكونوا ما بتبقى من قيمة الجوف حتى وصول إلى سفيان وإلى صعدة. بعد زيارة تفقدية قام بها اللواء المقدشي للخطوط الأمامية لجبهات القتال، والتي استطاع الجيش الوطني والمقاومة إحكام السيطرة عليها بعد استماتة كبيرة أبدتها الميليشيا هناك. جبل الحام الواقع شمال مديرية المتون كان أحد أهم مواقع المواجهات الشرسة، والذي تمكنت فيه قوات الجيش والمقاومة من إحراز تقدم كبير بحجم ما يعنيه الموقع من أهمية استراتيجية، الذي مثل سقوطه بالنسبة للميليشيا خسارة لا تعوض تهددها في عدة مديريات تليها وأربع محافظات رابطة بينها، وهي عمران وصعدة وصنعاء ومأرب. وبالرغم من احتدام المعارك واستماتة الميليشيا في عدة جبهات، تحرز قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما ملحوظا، يرى مراقبون أنها بداية لمرحلة جديدة يأمل الناس أن تنهي بها حربا أنهكت الجميع وتعيد الحياة لبلد أدمن الموت.